انت خريج قانون بس فنون تطبيقيه تدريب فنون صح 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 بس ده حلو ده حلو بتاع ديكور لان انت حد يعني انت شاطر في مفتاح 14 سباكه سلك ميت ما اعرفش ايه والقاشه وسباكه وكل القاشه وسباكه وكل حلو يعني انا تحت امرك في اي مصلحه صامولة ومسمار وربك الستار يلا بينا حكمه بتتقرا على الميكروباصات انت بتحبها قد ايه بنكون مركزين واحنا ماشيين في شوارع مصر بنشوف ميكروباصات او تكاتك عليها حكم بجد تنفع يعني اغاني وشاعر ايه اللي بيشد عينيك اللي بيشد عينيك عمرو انا وحياه ربنا من اسبوع كده شفت صوره السقه على ميكروباص صغير لا والله احمر صورته على فكره اللهم ده ما نعمل ابعت لك الصوره طب حكم لا كتير قوي العين صابتني ورب العرش نجاني كمان بيكتبوا افيهات زي ايه قول لنا اي افيه سقه عندك افيه لا انا في جمله لفت في اتنين الحقيقه لفتين نظري واحده كانت روحانيه جدا اللي هي يقيني بالله يقيني دي كانت حلوه جدا اثرت فيا ومره شفت ما تقوليش صاحب مين ده عشري بقى ابراهيم دي لفتت نظري بعترف كام يا عشري يا صاحبي افتكرت افيه من على الميكروباصات في واحد كاتب رومانسي قوي الصادق في المشاعر ما يهموش البشر صح صح الصادق في المشاعر انا كده اطمنت على السقه وعمرو ويلا بينا نلعب الصاموله الصاموله السقه وعمرو جاهزين اتفضلوا معايا لعبتنا راح تكون هون مفاجاه تترارارا تتت اوه قلت لكم حنططب ونقاشة اوه اسرق عند عمرو اتفضل على الاحمر اوكي قدامنا عمود حديد اوكي حلو ركز بقى منطقتك دي وعندنا صواميل 10 صواميل حلو المطلوب ان احنا نحط الصواميل في العمود تمام نلفهم تمام 10 صواميل اوكي ركزوا لازم تدوا نفسكم مساحه عشان ما تتحشرش الصواميل وما يكونش عندكم مساحه تمام تحطوا الصواميل فيها تمام تمام اللي هيخلص الاول هو الكسبان يبقى عمرو اللي هيخلص الاول سهله عمرو سهله يلا بينا فنون تطبيقيه ومفتاح 14 وحرفيين وسباكه فهماني غلط يلا ما غلط بالظبط سقه تمام ان شاء الله لا انا عايزاكم تمسكوا اول صاموله بايدكم وتكونوا جاهزين عشان على الصفاره هنبدا اوكي تمام بسم الله جاهز جاهز 1 2 3 يلا جمهورنا عم بشجع عمرو واحمد تعتمد كتير على الايدين والعضلات احمد زي السكينه في الجاتوه اول صاموله ادوا لنفسكم مساحه برافو احمد ادى لنفسه مساحه كبيره صح برافو عمرو مطلوب منك مساحات اكبر راعي المساحات يا عمرو برافو يا احمد شغالين ايه المعلم سقى وبيصبع على المعلم عمرو سعد وبيقول له يا حبيبي يا صاحبي الصبر مفتاح 14 ايه يا اسطى سلك الصواميل يا معلم سلك واديله وعندك واحد شاي ويصلحه اعشق الحاره المصريه انا عاشقه للحاره المصريه لو كسبت النقطه دي يا عمرو هتبقى 2-1 وهتفتح ورشة حدادة 100-100 في الحرفيين كله مركز كله مركز يا وش السعد يا عمرو سعد يلا بينا ونصلي على النبي حلو يلا برافو ادي لنفسك مساحة 1 2 3 4 5 6 7 والسقه عنده 5 صواميل بس عنده مساحه مدي لنفسه مساحه طلع الصواميل فوق لسه هي في البدايه بس بعد كده ايه بتسلك ايه الاثنين قريبين كتير من بعض اي 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 مش عايزينك تتزنق يا عم احنا عم نقرب على عمرو عم بقرب برافو كبير بيسمع على المعلمين كلهم ونقطتين لعمرو سعد لو فتحت ورشه هتسميها ايه
خد نفسك خد نفسك خد بحبك يا صاحبي. حلو قوي ورشة صاحبي ورشة صاحبي. هنشوف النتيجة مع بعضنا.